قول لنا تشكيلة الموسم اتفضل. محمد أيمن حارس مرمى الاتحاد، خط الظهر أربعة أحمد فتح الله وادي دجلة، حسام عوض طلع الجيش، أمير سعيد كوكاكولا، يوسف سعيد سيراميكا، نص الملعب كريم حامد الزمالك، يوسف عبد الحفيظ ونجل الكابتن سيد عبد أكيد طبعا نجل الكابتن سيد عبد الحفيظ يوسف، محمد عماد إنبي، عندنا محمد عماد 2005 و2003 برضه هنتأكد من المعلومة دي. نعم. عمر محمد الاتحاد، يوسف عفيفي لاعب النادي الاهلي برضه لعيب ما شاء الله عليه لعيب هايل، وحسن صابر المهاجم الفز مهاجم النادي الاسماعيلي. طيب ناخد البدلاء. اتفضل يا كابتن. احمد جابر من سموحه، واحمد مصطفى من الاتحاد، وهشام من دجله، محمود ابراهيم من الاسماعيلي، عماد ياسر من الزمالك، اسلام عبد الله من الاهلي، مهاب سامي من انبي، عبد الله محمود من طلائع الجيش، وادهم احمد من الجونه. لاعب الموسم هو كان لاعب للجوله كابتن يعني محمد ايمن حارس مرمى الاتحاد. حارس مرمى الاتحاد هو لاعب الموسم، افضل لاعب في الموسم حارس مرمى الاتحاد يا جماعه. اللي قدامكم على الصوره دي بالتوفيق ما شاء الله حارس مرمى يعني هنسمع زي ما اللعيبه قبل كده كابتن قلنا لعيبه كتير عن كان اخرهم منهم احمد عاطف. احمد عاطف كان على طول على اتصال بينا دايما، يجي 60 لعيب كابتن كلهم ما شاء الله العدد في مدرب الموسم طبعا هو كابتن محمد حسني، موسم رائع. المدير الفني للاتحاد السكندري يستحق ان يكون افضل مدير فني. وهداف الموسم هو حسن صابر لاعب النادي الاسماعيلي ما شاء الله كابتن، خامه جيده ومستقبل كبير لقلعه الدرويش.